لأول مرة بيطلعوا على خشبة مسرح مثل هيدا. هن كاتبين حواراتهم، هن كاتبين مونولوجاتهم من تجارب حياتية لهم أو للأشخاص اللي حواليهم. هدفنا بنشر خير، ننشر الوعي عن هدول المواضيع ونعلي صوت قد ما فينا، صوت الأولاد، صوت الأمهات، صوت الشباب، صوت الكل. هلا اليوم رح تقدروا تشوفوهم وتسمعوهم. شفتي الخاتم؟ واو واو. بدي له لجون بول يعطي الف عافيه، شغل كثير حلو، الاخراج هيك نظيف يعني تمام تمام تمام، والشغل مع شباب وصبايا عن جد صعب، منه هين ابدا الشغل يلي عامله. بدي اقول لهم برافو لهم على المجهود يلي عاملينه، على الايموشنز اللي وصلوا لنا اياها، وعلى الحرفيه بالشغل. يعطيهم الف عافيه وان شاء الله بنشوفهم بعروض تانية احسن واحسن كمان. ثانك يو. شو بدي لك من بعد هيك مسرحية؟ من بعد هيك مسرحية ما فينا نقول شيء، كلها مشاعر وصادة. Good luck. لك الزلمة ما بيبكي. It was a great experience. عن جد الفريق is very very talented. يعطيهم ألف ألف عافية. Thank you so much for all the efforts. المسرحية بتوعي أشياء مخبية، بتوجع قبل ما ترجع تعطي امل. لا حلوه كثير، حبيت كثير، حبيت كثير الاخراج والموسيقى و everything. It was good يعني لاول عمل حسب ما عرفت. اجمالا رشة خير راحت حيث لا يجرؤ الاخرون، الصحة العقلية او المنتل هيلث شغلة جدا اساسية، وعادة بنخليها تحت السجادة، بنضبها ما بنحكي فيها لانه لازم نضل نبتسم وتضل الامور ماشية. لا شغلة اساسية وبعتقد بتخلي الواحد تطلع عم تفكر، وهو بفتكر واحد من الاشياء المفصلية اللي المسرح بيقدر يعطينا اياها. وبتجسد الواقع اللبناني من عدة نواحي، ونتمنى انه هيدا المشاريع الإبداعية تتطور وتنمى أكثر وتنتشر، لأنه هي نوع من الثقافة الوطنية بنفس الوقت.